دي صفحة اتقفلت، في صفحة تانية مفتوحة وهي سيراميكا. سيراميكا النهاردة بيكسب النادي الإسماعيلي، والنادي الإسماعيلي بتزداد أزمته، خسارة ماتشين والأمور بالنسبة له بتبقى صعبة، مع إن النهاردة بداية عهد جديد للإسماعيلي في وجود مجلس جديد برئاسة الأستاذ أو المهندس يحيى الكومي رئيسا، خالد زين نائب للرئيس، حاتم حجازي أمين للصندوق، خالد الطيب، عاطف زايد، وليد شعيب، محمد أسامة أبو العلا، ونانسي القاضي. دول المجلس الجديد للنادي الإسماعيلي اللي بنقول لهم ألف مبروك. إعلان نتائج النهاردة كان بشكل رسمي، تعالوا نشوفه. بالنسبة لمنصب المناصب بالانتخاب، تقدم 4 أعضاء للترشح على منصب رئيس، 4 أفراد للترشح على منصب رئيس، وأسماءهم على النحو التالي: هشام عبد الحميد حسين عناني، وحصل على أصوات 419، يحيى أحمد السيد الكومي، وحصل على 663 صوت، نصر محمد أبو الحسن صالح، وحصل على 524 صوت، علي عبد العزيز علي غيط 381. وبذلك يقول أدلى السادة أعضاء الجمعية العمومية ومن لهم حق الحضور بأصواتهم، أسفرت النتيجة عن فوز السيد يحيى أحمد السيد الكومي رئيس مجلس الإدارة. تقدم عدد 4 للترشح على منصب نائب رئيس، وأسمائهم على النحو التالي: سليمان أحمد محمد خليل أبو عريضة، وحصل على 727 صوت، محسن عبد المسيح فهمي عبد المسيح، وحصل على 452 صوت، خالد عبد الرؤوف أحمد زين، وحصل على 788 صوت، عماد الدين سيد عبد الواحد عوض الله، وحصل على 69 صوت. القرار: أدلى السادة أعضاء الجمعية العمومية ومن لهم حق الحضور بأصواتهم، وأسفرت النتيجة عن فوز خالد عبد الرؤوف أحمد زين بمنصب نائب رئيس. تقدم عدد 2 للترشح على منصب أمين الصندوق، وأسمائهم على النحو التالي: مصطفى محمد أحمد شلة، وحصل على 923 صوت، حاتم إسماعيل عبد الفتاح منصور، وحصل على 925 صوت. وبذلك يكون أدلى السادة أعضاء الجمعية العمومية ومن لهم حق الحضور بأصواتهم، وأسفرت النتيجة عن فوز حاتم إسماعيل عبد الفتاح منصور أمين الصندوق. ألف مبروك لمجلس إدارة الإسماعيلي الجديدة، وإن شاء الله بإذن الله يكون عهد جديد، ومبروك لزميلتنا نانسي القاضي، ألف مبروك الفوز بمقعد تحت السن، أتمنى لها إن شاء الله بإذن الله نانسي كل التوفيق.